تعالوا دلوقتي وزي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم نشوف تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا. وطبعا بما ان الفتره اللي فاتت كانت اجازات واعياد جميله، خلونا نعرف مع بعض تاثير الاجازات دي على مبيعات الكتب كانت ايه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره ثانيه. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. شهد الشهر الماضي انخفاضاً ملحوظاً في مبيعات الكتب، وذلك لاتجاه الجمهور للدراما التلفزيونية في شهر رمضان المبارك. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد كتاب لا بطعم الفلامينجو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث فيه عن التغيير وتحدياته وكيفية تحقيقه. يأتي في المركز الثاني كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها. في المركز الثالث جاء كتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. ثم يأتي في المركز الرابع كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله، والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح. تختتم القائمة بكتاب القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ويحكي الكاتب فيه عن كواليس كتابته وعن كيفية تطوير منهجه.